شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي الذي يقام بتنظيمه من لجنة الرياضات الموروثة الشعبية التابعة للجنة الأولمبية البحرينية في مدينة عيسى الرياضية. وزار سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة موقع المهرجان، يرافقه سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، حيث استمع سموهما إلى شرح مفصل عن منافسات الألعاب المختلفة سواء الشعبية أو الإلكترونية من قبل السيد محمد جناحي أمين سر لجنة رياضات الموروث الشعبي. كما خاض سمو نائب رئيس نادي الرفاع مباراة شرفية في لعبة كرة القدم الإلكترونية فيفا دعما من سموه لهذا المهرجان الذي جاء بمبادرة كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة إن هذا المهرجان الشعبي يساهم في تعزيز الرياضات الشعبية المعروفة عند المجتمع البحريني من خلال إقامة بطولات تنافسية فيها، مشيدا سموه بالتنظيم المميز للمهرجان والفعاليات المصاحبة الموجودة على هامش هذا المهرجان. هذا وأكد سمو نائب رئيس نادي الرفاع أن مزج الرياضات الإلكترونية في هذا المهرجان الشعبي يساهم أيضا في اجتذاب الشباب البحريني وتعريفهم أيضا بالألعاب الشعبية، كون الأجيال الجديدة مهتمة بالألعاب الإلكترونية بشكل أكبر، موضحا سموه أن إقامة مثل هذه الفعاليات يعكس الفكر الرائد الذي يملكه سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة من خلال الاهتمام برياضات شعبية وإلكترونية تحضن شريحة كبيرة من الشباب.